بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم واحدة أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين، متكلمين بإذن الله فيها النهاردة زي ما انتم شايفين. بس الأول اللي جديد رجاء اعمل اشتراك وفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو مشارك الفيديو وعمل لايك، رجاء محبة، لأن ده بيدعم الفيديو بيدعم القناة وبيخليها أكثر انتشارا. ديوكليديانوس بسبب بطريرك ساب المسيحية وحصل إنه ابتدى عصر الاضطهاد للمسيحيين، ودي مشكلة لما العصر تيجي من رجال الكليروس من رجال الدين عامة. كنا في رحلة من الرحلات لمؤتمر من المؤتمرات ورحنا دير أبو معار، ومشهود لرباع دير أبو معار إن الناس دي باحثين، كثير منهم باحثين وبيدوروا على الحقيقة تفصيليا وما بيخافوش من الحقيقة، واحنا برضو ما نخافش من الحقيقة، لأن ببساطة جدا اعتمادنا في إيماننا على المسيحية مش اعتماد على أشخاص، لا بطريرك ولا أسقف ولا قسيس ولا قبله ولا أمس ولا زياكم ولا رشزياكم أعلى منه ولا لا أقل منه بزياكم ولا زياكم لا أعلى منه بزياكم ولا أغنوستوس ولا بسالتوس ولا حد من الخدام ولا حد من الشعب. اعتمدنا في إيماننا على المسيح هو على المسيح نفسه وعلى الكتاب المقدس والإيمان اللي تسلمناه مرة من القديسين، هو ده اللي احنا بنعتمد عليه. اللي حصل بقى يا اخوانا ان دوكليديانوس الملك، طبعا كان راجل غازي ومحترف، كان دوكليديانوس راجل حرب راجل دماء، فكان في وسط هروبه عصر ملك من الملوك واودعه لبطريرك القسطنطينيه وقال له يحافظ عليه. كلام جميل. بطريرك القسطنطينيه اللي الملك اللي اتأثر ده عمل اتفاق مع بطريرك القسطنطينيه. كلام جميل، كلام جميل. القصه دي متواتره الله اعلم مدى مصداقيتها، بس الهدف منها هنفهمه بعدين. ببساطة جدا بطريرك القسطنطينية لما اتفق مع الملك اتفق مع ان هو يهربه في مقابل هياخد ذهب. بطريرك القسطنطينية هياخد ذهب من الملك ده لما يتهرب، وهو كان اسير. حلو؟ مش حلو خالص. ليه؟ لان بالامانة ان هو متفق مع بطريرك القسطنطينية الملك دوكليديانوس ان ما يحصلش اي عدم أمانة، وأنه هو يحافظ على الأسير ده. يمر وقت ونلاقي دوكليديانوس يعمل حرب تاني مع نفس البلد دي ويمسك نفس الملك ده أسير تاني المرة التانية. فطلع ناصح ونبيه، عمل ايه بقى ملك دوكليديانوس؟ عمل حاجة، راح سأل البطريرك القسطنطينية فين الأسير اللي أنا اديتهولك؟ موجود. طب احلف. حلف. كذب. لما حلف كذب قاصر دوكليديانوس في المسيحية برمتها، لأنه كان فاكر إن اعتماده على شخص، الشخص الوحيد اللي هنعتمد عليه هو شخص المسيح فقط، ليس احد ثاني، هو ده معيارنا مش حد تاني خالص. فرد ملك دوكليديانوس قال له عشان عجبك الذهب انا هديلك الذهب، بس هسيح له الذهب وحطه له جوه بقه وموته بالطريقه دي. وساعتها قال اعلن الحرب على المسيح. مدى مصداقيه القصه دي الله اعلم، بس قصه متواتره بالنسبة للنقطة دي. ما تعصركش في المسيحية، هو بطريرك قسطنطينية أو بطريرك غيره أو حتى لو مين، اعتمادنا في مسيحيتنا مش على بني آدم عادي، اعتمادنا على السيد المسيح نفسه، الله نفسه هو معيارنا الوحيد الذي لا يسقط. أيا كان البني آدم عنده أخطاء، ونحن نؤمن بعصمة أي إنسان في الدنيا، الله وحده هو المعصوم من الخطأ. ودي
خليك مستوعب ان المسيحية ما تتهزش ابدا. ايه فلان غير دينه؟ محر فلان غير دينه؟ لو اختيارها اوكي، مش اختيارها واجباري بالحركات السريعة اللي احنا فاهمينها، يبقى لا، يبقى غلط، يبقى مش صح، يبقى تعدى على الحرية. اشوفكم في فيديو جديد، رجاء محبة في شركة الفيديو وعمل لايك. شكرا جزيلا.